حدثنا يحيى حدثنا هشام وابن نمير قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وإسحاق عن سفيان قال سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعوا اسمي وكنيتي.